هلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين وحياكم الله على أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم. معكم من خلف المايك كان المهندس. وطبعا قبل كل شيء أقول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة عليكم من غير تعب من غير أوجاع من غير أمراض، ولكن الصحة هي تاج على رؤوسنا لابد من تقديرها بالطريقة الصحيحة، مو بس على رؤوسنا ورؤوس أولادنا وأطفالنا كمان. طبابة يعني بكل ما هو مهم بالصحة بالحياة الصحية بالطريقة السليمة للتعايش مع الصحة. وطبعا احنا دائما يكون عندنا مصدر موثوق احنا نروح له في المعلومات اللي بنتكلم عنها والمواضيع اللي بنطرحها. طبعا موضوعنا اليوم عن فلذاتك بعدنا اولادنا اطفالنا، والمواضيع مؤخرا كلها طبعا مرتكزة عليهم بحكم طبعا الدراسة وبحكم انهم هم طبعا في مرحلة مهمة جدا انهم حيمثلوا جنود المستقبل ان شاء الله. يعني مرات الواحد يقول يا ريتني أنا تعبت أو تعبان ولا ابني هو اللي يتعب، وهذا شيء طبيعي فينا كلنا. وموضوع حلقة اليوم كيف نحافظ على صحة أسنان أطفالنا، والله أكبر لما الطفل يجي له مشكلة في أسنانه البيت كله ما ينام. دائما وأبدا لازم على الأم والأب على حد سواء أنهم يحافظوا على سلامة أسنان أطفالهم وحمايتهم من التسوس وحتى التساقط، وتعليمهم بالتالي عادات النظافة من الطفولة المبكرة اللي بتستمر معاهم. وفقا لبعض التقارير المعروفة طبعا أنه تعزيز نظافة الطفل عند الأطفال من صغرهم نتكلم من 5 سنين أو 4 سنين وطالع شيء مهم لصحة أسنانهم حتى في المستقبل. طبعا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، هذا طبيعي وبالذات في حكاية الصحة، وتسوس الأسنان ممكن يصيب الأطفال كما يصيب الكبار، ومعروف أنه التسوس ما لي حاجة توقف. وفي تقرير طبي يتكلم عن طريقة لمنع حدوث تسوس الأطفال، طبعا أكيد شفنا كله بالتلفزيون التقارير الطبية اللي بيعرضوها، ولكن مهما تكلمنا مهما سوينا لابد من مراجعة المختص. لاستفساراتكم وحتى أسئلتكم فيما يخص اليوم عن كيف نحافظ على صحة أسنان أطفالنا من وإلى، كل اللي عليكم تبعتوا رسالة بالواتساب عن استفساركم أو سؤالكم على 055-66-89-001. طبعا حلقة اليوم برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية. وطبعا نجمنا اليوم ومرجعنا الموثوق الدكتور أحمد مجدي، طبعا أخصائي طب أسنان أطفال في فرع أندلسية لصحة الطفل. حياك الله دكتور، منورنا اليوم، يا هلا وسهلا فيك. نور حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا أخيرا نورتنا، هذا أقول لك يعني إحنا من زمان مستنظرينك زي ما يقولوا بننتظرك عشان تكلمنا عن ده الموضوع أكثر حضرتك. طبعا لما نقول أسنان الطفل يعني في خطأ إحنا بنسويه زمان لما يكون أطفال تعبانين بناخدهم لدكتور حق أسنان عامة سواء حق كبار يعني، وهذا خطأ كبير إحنا بنقع فيه لأنه أخصائي أسنان الأطفال مختلف عن أخصائي أسنان البالغين أو الكبار ممكن نقول. فكلمنا عن هذا الموضوع عن الناس، حنتكلم كبداية ليش مهم إنه نفس أب أو أم الطفل الصغير المريض أو المصاب بمشكلة في الأسنان لازم يتوجه لأخصائي طب أسنان أطفال، لازم ليش؟ أول حاجة لأن طريقة التعامل مع الأطفال في من حيث أخصائي طب أسنان الأطفال بتبقى طريقة مختلفة من أول التعامل، من أول استقبال الطفل والتعامل النفسي معه أول ما بيخش العيادة، بعد كده الطرق العلاج المختلفة اللي بتبقى عندنا مختلفة عن الطبيب العام. صح. أيضا أساليب التخدير اللي موجودة في العيادة بتبقى أساليب مختلفة عن الدكتور العام، وكمان أنواع الحشوات وأنواع العلاجات بتبقى مختلفة بشكل كبير. وأنتوا تكونوا مؤهلين نفسيا للتعامل مع الطفل، أنكم عارفين كيف أنكم أنتوا طبعا تقنعوه تجلسوا على الكرسي تاخذوا تعطوا معاه، الممرضات برضو يكونوا مؤهلين طبعاً. أول حاجة بتعامل لازم يكون متعامل بهدوء جدا مع الطفل، تعامل سلس، من نعمل جو فريندلي او صديق للطفل طبعا، يكون في سبونج بوب اهم شيء واشياء من هذا النمط عشان تجذبه. اول حاجه بيخش بنشغله يوتيوب على طول. حلو جميل، يعني كرتون على طول بتاخدوا هذه السياسه مع الاطفال. طبعا. والفرع في اندلسيه في صحه الطفل كمان في من بره في الويتنج اريا بتاعتنا فيها كيدز زي ما نقول كيدز اريا صغيره الطفل بيقدر يلعب فيها و بيكسر حاجز الخوف بين الطفل وبين المكان اللي فيه الدكتور اللي بيروح يكشف عنده. حلو جميل. فده بيبقى نوع من انواع التأهيل النفسي والمعنوي للطفل قبل ما بيخش الدكتور الأسنان. بالعكس دكتور احمد، يصير الطفل هو اصلا متشوق يزور طبيب الأسنان في حالة انه حتى لو كان في شيك اب عادي يبغى يروح، وده بينعكس بعد كده ان هو لما الطفل بيستريح معانا وبيبقى متقبل الدكتور ومتقبل المكان بيجي جلسة واثنين وثلاثة واربعة بيجي على طول والمتابعات بتاعته على طول.
لأنه تعرف دكتور في شغلة، يعني إيش اللي يكره الأطفال في يعني المراكز حق طب الأسنان؟ إنه ما في أي مراعاة لسيكولوجية الطفل، إنه يلا تعال هذا الدكتور، والدكتور ما يعرف يتعامل أصلاً، هو متعود يتعامل مع كبار وحيتكلم معك بالغ كبير. صح. وهذا الشيء بيعمل خوف وقلق أكثر. صح. للطفل بالذات لما يقوله بس خلاص أهدى، لا تعمل، سوي كده، أفتح فمك يلا كويس، فتحس إنه الطفل يخاف. لكن عندكم أنتوا استراتيجية مختلفة. استراتيجية اللي أنت اللي هي مزبوط حضرتك الأول، إحنا بنقابل الطفل بطريقة سواء واتيفر سن بتاعه، من أول سن من أول ما تبزغ الأسنان عند سن 6 شهور أو سنة، لغاية ما طريق السن اللي احنا متعامل معاه ممكن يوصل لغاية يمكن 14 أو 16 سنة في المركز عندنا. حلو. نبدأ من التعامل الأول، حاجة التعامل النفسي زي ما قلنا، وبعد كده نبدأ مثلا منشغل له كرتون وحاجات زي كده. الحاجات التانية بقى أساليب التخدير بقى هي اللي هي المشكلة التانية بقى اللي عندنا اللي بتواجه الأطفال، وهم دول بيكونوا بيخافوا منها. زي حكاية التخدير متعودين عليها، البنج الموضعي بالإبرة. لا احنا الأول طبعا من حسب احنا بنعمل كلاسيفيكيشن أو تقسيم للطفل حسب طريقة تعامله معنا. يعني الأول لو طفل متعاون جدا وكويس جدا ومستجيب جدا، بنحط الأول طبعا لازم نحط الأول البنج موضعي قبل البنج اللي هو التخدير اللي هو الإبرة، هو يكون جيل يعني ولا حاجة من هذا النوع. نعم. الأول ونتأكد ان هو جاب نتيجة كويسة. لو الطفل ما كانش في استجابة للطريقة الأولانية دي، بنبدأ نعمله تخدير في طريقة تانية عندنا اللي هي التخدير بالغاز الضاحك. هذا مسموح فيه حاليا؟ مسموح بيه. طبعا الغاز الضاحك. طبعا لازم تصريح من وزارة الصحة وتصريح من هيئة التخصصات الصحية قبل ما تشتغل بيه. جميل. ده تخدير بالغاز الضاحك ده متوفر عندنا فرع عند رسائل في صحة الطفل اللي موجود انا بشتغل فيه. آخر طريقة خالص وهي التخدير الكامل اللي بنعمله للأطفال، وده نلجأ ليه لو الطفل كل الأساليب اللي قبل كده ما مشت ما كانش، أو هو جاي من الأول في مشكلة نفسية منه، يعني هو طفل تعرض لتعامل غير صحيح من بعض قبل كده وما كانت تجربة سارة للطفل، عملت له عقدة معينة أنتم مضطرين تتعاملوا معها. للأسف يعني للأسف بيبقى في بعض الدكاترة مثلاً، يعني مش اظلم الدكاترة اللي هو ممارس العام، ولكن هو غير مختصين، بيجيله طفل بيتألم ولازم برضو يقدم له العلاج، ولكن هو مفيش وقت ان هو يتعامل نفسيا معه كويس، هو غير مؤهل او هو غير مؤهل او المكان غير مؤهل لكده، فبالتالي بينعكس سلبيا على الطفل. طيب دكتور احمد، ايش رايك نعطيك نفسك شوي، ناخذ فاصل كده وحنتكلم احنا في الموضوع بشكل مطول. طبعا بعد الفاصل حنتكلم عن اكثر الامراض شيوعا للاسنان الاطفال. طبعا ضيف حلقتنا اليوم ونجمنا الدكتور احمد مجدي، اخصائي طب اسنان الاطفال بطبعا فرع اندلسيه لصحه الطفل. وحلقه اليوم برعايه مجموعه اندلسيه العربيه للخدمات الطبيه. اسئلتكم طبعا على الواتساب اذاعه الف اف ام، لاي سؤال من اسئلتكم في هذا الموضوع اللي هو كيف نحافظ على صحه اسنان أطفالنا على 0556689001. أنتم تستمعوا لإذاعتكم على فلف فم، مكملين لسه مع طبابة. لسه مكملين معكم أعزائي المستمعين في برنامج طبابة، معكم من خلف المايك كان المهندس. طبعا حلقتنا اليوم برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية، وتأسست مجموعة أندلسية للخدمات الطبية سنة 1984 بالمملكة العربية السعودية، شركة قابضة متخصصة في مجال توفير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، مع خبرة واسعة وسمعة طويلة باعتبارها إحدى أقدم مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأكثر جدارة بالثقة في مملكتنا الحبيبة. طيب بنتكلم احنا اليوم عن كيف نحافظ على صحة أسنان أطفالنا من وإلى. حلو. وطبعا بالنسبة لاستفساراتكم واسئلتكم على 0556689001، هذا واتساب إذاعة تلفريف فم، 0556689001. وطبعا نجم حلقتنا اليوم رجعنا الدكتور أحمد مجدي، أخصائي طب أسنان أطفال فرع أندلسية صحة الطفل. طبعا قبل شوية دكتور أحمد تكلمنا عن حكاية الفوبيا والخوف، كيف الواحد يقضي عليها بالنسبة للأطفال وكيف التعامل السليم. وطبعا ننصح كل أم وأب وطبعا ولي أمر لمن يأخذ طفل يأخذه طبعا لأخصائي أطفال عموما في كل الأمراض الخاصة بالطفل. فدكتور احنا تكلمنا الآن عن كيف أنتوا تتعاملوا مع الأطفال، الآن ودي تكلمنا عن أكثر الأعراض أو الأمراض أو المشاكل الأكثر شيوعا للأطفال حسب ما لاحظها موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية وفي الدول العربية.
هي اكثر حاجه طبعا بتواجه المشاكل في طب اسنان الاطفال هي طبعا تسوس الاسنان. هذا طبعا نمبر 1، هذا رقم رقم واحد. هذا نمبر 1 عندنا كلنا. اوكي هذا اول شيء، ده رقم واحد. الحاجات الثانيه اللي هي بالنسبه للامراض الثانيه في الفم والاسنان اللي هي زي التهابات اللسة او الاشياء اللي بتطلع في ثانيه في الانسجه في الفم، بتبقى كميتها قليله في الاطفال يعني، الا لو كان عنده مشاكل وراثيه او حاجات زي كده. ولكن الاكثر شيوعا هو الاكثر من وجهه بنسبه 95% في العيادات كل يوم هي من تسوس الاسنان. طبعا دكتور اللي استغربته هي معلومه بس بتاكد منها منك انت طبعا، هذه المعلومه، يقولوا في تسوس الحليب او تسوس اللبن للاطفال. هذا طبعا الطفل يبدا متى يسنن عاده؟ 9 شهور، من 6 شهور لسنه او بدايه تبزغ القواطع السفليه. تمام. هل ممكن الطفل في العمر هذا الصغير جدا انه ممكن يتعرض لمشكلة التسوس من اللي هو يسموه تسوس اللبن او حمض اللبن او الحليب؟ يعني كلمنا عن الموضوع اكثر عشان بس يصير عندنا وعي. هي ممكن تسوس يحصل من اول ما تبزغ الاسنان، سواء الاسنان اللبنية عند سن 6 شهور او سنة او whatever، بتبزغ امتى يعني، ممكن تتأخر قليلا يعني بدأت شهور دي، ودي حاجة ما تقلقش الاب والام. المشكله اللي هي اللي بتبقى موضوع المتابعه اليوميه او التنظيف اليومي اللي بيحصل للاسنان اول ما بتبزغ، بعد الرضاعه الطبيعيه او الرضاعه بالحليب الصناعي، الام او الاب بينسوا ان هم يعملوا تنظيف لسطح الاسنان. نعم. وسطح اللثه من بواقي الحليب اللي تبقى موجوده، الصناعي وليس الطبيعي، او الحليب الطبيعي او الصناعي، يعني كله في كل الاحوال الاثنين، اي بواقي للطعام موجوده على سطح الاسنان او اللثه كافيه ان يحصل عدوى في الاسنان وتحصل التهابات في اللثه. بدايه الاب والام يلاحظوا بدايه مشاكل في الاسنان، اول بدايه علامات التسوس اللي بتحصل ان تغيير طبقه المينا، بيحصل بقع تسبغات باللون الابيض في نفس المينا، ومهما عملت كحت ليها او ازاله بتفضل موجوده، معنى كده ان ده اصبح فيه عيب تكون في طبقه المينا. دي اول علامات بدايه وده اول جرس الانذار زي ما بنقول، او الارم للاب والام ان هو لازم نروح لدكتور اسنان اطفال نتابع معاه ونشوف المشكله دي جايه منين، عشان نبدا نواجه المشكله دي مبكرا. لان التاخير فيها بيؤدي ان كل الاسنان بتجيلنا، الاسنان كلها تقريبا، القواطع الاماميه في الفك العلوي والدروس الخلفيه بالانياب كلها فيها تسوسات. في الحالات اللي زي كده بيبقى والطفل بيجي في عمر ممكن 3 سنين و3 سنين ونص و4 سنين، فاحيانا كثيره جدا نسبه كبيره التعامل على كرسي الاسنان بيبقى صعب. نرجع بعد كده للموضوع التخدير الكامل عشان نعمل كل الاسنان دي، لان عددها كبير جدا. الطفل مهما كان لن يتحمل ان هو يجلس على كرسي الاسنان هذه العدد الكبير من الجلسات، يعني يمكن اكثر من، هنقول اكثر من 6 جلسات او 7 جلسات. لان الجزء المهم عندنا في العلاج مع الاطفال برضو على كرسي الاسنان غير التعامل النفسي هي السيفتي، الامان. طبعا الجزء الامان بمعنى ايه؟ ان الطفل الطفل في هذا السن بيبقى عنده الوعي غير كافي، وعنده حركه، وعنده طبعا طفل صغير، طفل غير واعي يعني. انت بتكلمه يفتح فمك، سكر فمك، يعني ما تخيل طفل عمره 3 سنين حاسس يعني بألم، ما بتقدرش تاخد منه معلومه او حتى ولا معلومه تشخيصيه او معلومه اثناء ما انت بتشتغل، يعني حاسس بالتقدير، حاسس بألم، ممكن حتى لو طفل متعاون ما تقدرش تاخد منه معلومه. فالجزء السيفتي ده هو ده المهم. هنرجع للموضوع بتاع التسوس ده، هو تسوس الحليب بمعنى هو ليه مسموه كده؟ ان هو بيجي في الفتره بيبدا في الفتره بتاعه الرضاعه، وهي اخرها لمده 2 سنين. تمام. من عمر الطفل مشهوره جدا بالحليب، لان الحليب فيه السكر الخاص بالحليب ده، ترسباته على الاسنان بينشط البكتيريا اللي موجوده في الفم الطبيعيه، ويبدا معدل التسوس يزيد. الوقايه منه نعمل ايه؟ موضوع بسيط جدا، اول ما تبدا تبزغ الاسنان وبعد الرضاعه مباشره، هنجيب شاش او قطع من القطن هنبلها بالميه ونمسح بيها الاسنان واللثه بطريقه امنه. كل يوم طريقه التنظيف السليمه للصغار. دي اول حاجه، دي اول خطوه. بعد كده الطفل ما يكبر شويه، ممكن يبقى مثلا عمر، هنقول عمر سنه او سنه ونص مثلا، ممكن هنجيب بعد كده او 2 سنين والطفل معانا، بنبدا نجيب فيه فرشه بتركب في الاصبع موجوده في الصيدليات، دي بننظف بيها الاسنان، من لازم مش لازم معجون اسنان، مش شرط معجون اسنان في الفتره دي. اهم حاجه نستخدم اشياء زي الخطوه الاولانيه اللي قلت عليها اللي هي الشاش او القطن، نستخدمها في الفتره العمريه المبكره، بعد كده الفرشه اللي هي الام بتستخدمها في الاصبع الخاص بيها، ان هي حجمها صغير وظيفتها بتشيل اي بواقي موجوده على سطح الاسنان، ودي ثاني خطوه للوقايه من التسوس.
بعد كده الطفل بيكبر شويه ممكن سنتين ونص ويبدا من سنتين ثلاث سنين ممكن نجيب له فرشه ومعجون اسنان باي طعم هو بيحبه لان كل المعاجين اللي موجوده في الماركت تقريبا كلها زي بعض اللي هي نسبه فلورايد تقريبا واحده وهي معموله بطريقه ان الطفل حتى لو طلع جزء من المعجون ما بتعملوش اي اضرار او اشياء اعراض جانبيه يعني. صح لانه حتى لما نقرا مكوناتها طبيعيه احيانا بيكون فيها فلورايد احيانا من غير فلورايد يعني مش يعني اهم حاجه هي الحركه الميكانيكيه للفرشه هي اللي بتعمل سكرابنج او تنظيف لسطح الاسنان هو ده الاساس الحركه الميكانيكيه نفسها فعلا الحركه الصح للفرشه والاستخدام الريجولر المنتظم للتنظيف من مرتين ثلاث مرات في اليوم بعد اي اكل ده كافي ان الاسنان نعدي بسلام للمرحله لغايه ما الاسنان دي كلها تبدل من غير ما يحصل اي تسوس خالص في الاسنان جميل لو مش هنا على التعليمات دي جميل لو بدا لازم اقول بدا تصبغات لونها ابيض واللون الابيض اتحول لون هنقول لون بني او اصفر بني فاتح اصفر فاتح بعد كده صح. بني غامق وبعد كده يبقى لونها اسود اي درجه من الدرجات دي كلها نبدا على طول نتوجه قبل ما يبدا يحصل تجويف يعني مجرد ما حصل تجويف لا هذه حالات متقدمه بالنسبه للاهمال هنتكلم على الجزء الاولاني احنا بنتكلم في الجزء الوقائي اول ما يحصل تصبغات لونها ابيض او لون اصفر فاتح نبدا على طول نتوجه للدكتور الاسنان جميل يعمل ممكن نعمل حشوه بسيطه نعمل وقايه بالفلورايد ممكن يعني في اساليب للوقايه او الاستخدام المبكر بتنفع في مثل هذه المواقف يعني طيب دكتور يعني شكرا انك فتحت هذا الموضوع انا جدا اشكرك على حكايه اللي هو الحالات المتقدمه طبعا بنشوف اطفال في عندهم زي نخر في الاسنان او زي في سواد او لون بني غامق عارف كيف طبعا ما يزال هذه الاسنان لانه يحتاجها الطفل ايش الحل تلبيسات او تنظيف او ايش بالتحديد اللي تقترحه حضرتك دكتور احمد لو المرحله المتقدمه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي احنا بنبدا ان لازم يتم الازاله عن طريق الادوات الخاصه بالاسنان وادوات التنظيف ازاله نفس التراكمات هذه الرؤوس بنشيل بقى لا دي مش ترسبات دي خلاص اصبع الترسبات دي بتبقى مذكوره بالترسبات بتبقى راجعه للترسبات يعني الجذريه ده تسوس حصل نخر في الاسنان يعني نسيج حصل تلف في نسيج الاسنان نفسها لازم ازاله هذا النسيج التالف وضع الحشوة المناسبة حسب العمق بتاع التسوس ممكن يبقى تسوس سطحي تسوس متوسط ده كل ده بنعمل حشوات تجميلية أو تلبيسات على الأسنان حسب حجم الكسر في الأسنان أو الفقدان في النسيج التالف أو نوصل للأسف نوصل نعمل علاج العصب للأسنان الأطفال وده بيتعمل علاج عصب زي الحشوات ده علاج بنعمل علاج عصب جزئي تمام. وليس كلي للأسنان الأطفال وبعد كده بنعمل حشوه تجميليه او تلبيس الاسنان بتبقى في تلبيسات معدنيه عندنا وفي تلبيسات لون الاسنان من الزيركون الخدمات دي كلها الحمد لله متوفره عندنا والمكان موفرها لنا الحمد لله طبعا الجزئيه بتاعه اثناء التنظيف طبعا موضوع التخدير زي ما اتكلمنا فيه قبل كده احنا لسه هنمسكه كمان بشكل موسع اكثر ولكن عندي سؤال يعني سؤال بديهي هنا يعتبر طبعا كلنا عندنا اولاد في حاله التلبيسه بالزركون او بالمعادن وهذه الاشياء كلها طبعا بتطيح طبيعي بعدين وقت التبديل صح مزبوط وكمان ما في خوف يعني وكمان السؤال اللي كان بيجي لنا كتير متكرر في العياده هل الاسنان الدايمه اللي هتظهر هيكون ليها عصب خاص بيها ولا لما بزيل العصب للأسنان الأطفال شكرا يا دكتور هيزيل العصب للأسنان دايما لا دي معلومة مش صحيحة احنا بنعمل علاج العصب اللي بنعمله خاص بالدهازة الضرس فقط يعني الضرس اللبني ما ليس لا أي علاقة ما له علاقة بالضرس اللبني اللي تحت يعني ليس الأسنان مش متصلة ببعض كل ضرس أو سن متصل مختص بذاته هو ما لهش أي علاقة بالضرس الجديدة اللي تظهر بعد كده ولما بتيجي تعمل تلبيس على الاسنان بتطيح بالضرس اللي عليها كانها حشوه ما لهاش علاقه مش لازم تيجي عند الدكتور يتم ازالتها الحاجه الوحيده اللي احنا لازم لو انت عملتها كعلاج في اسنان الاطفال من خطه العلاج هي التركيبات الخاصه بحفظ المسافه ودي بتركب في عادات اسنان اسنان الاطفال دي بتركب لو انت في حاله للاسف خلعت ضرس من ضروس اللبنيه قبل ميعاد التبديل بفتره طويله بنركب جهاز يحفظ هذا المكان لغاية موعد التبديل بتاعه ممتاز الجهاز ده لازم بقى لازم الأب والأم بيجوا يشيلوه يتم إزالته عند دكتور أسنان الأطفال أول ما يبزغ الضرس الدايم
طيب أنا جدا ممتن لهذه المعلومات الجديدة بصراحة نوعا ما علي أنا شخصيا وأكيد على المستمعين في نفس الوقت، وجدا سعيد بهذه الإضافة اللي أضفتها اليوم دكتور أحمد. بنطلع فاصل بسيط وبنرجع نكمل مع دكتور أحمد مجدي أخصائي أسنان أطفال أو أخصائي طب أسنان أطفال في فرع أندلسية لصحة الطفل. عنوان حلقتنا كيف تحافظ على صحة أسنان طفلك، وطبعا بالنسبة للواتساب 055-66-89-001 لأسئلتكم. مكملين معاكم موضوعنا اليوم عن كيف تحافظ على صحة أسنان طفلك مع الدكتور أحمد مجدي، طبعا أخصائي طب أسنان الأطفال في فرع أندلسية لصحة الطفل. معاكم من خلف المايك هاني المهندس على أثير إذاعتكم ألف ألف أفهم. طبعا أذكركم برقم الواتساب لكل أسئلتكم طبعا الخاصة بموضوع اليوم كيف نحافظ على صحة أسنان أطفالنا على 055-66-89-001. طيب دكتور، احنا تكلمنا عن اكثر المشاكل شيوعا عند الاطفال، سواء اعصاب، سواء تسوس، سواء اللي هو تسوس الحليب، من وإلى تكلمنا عنها، ولكن ودي نتكلم عن طريقة التخدير بشكل خاص، لأنه هاي تعتبر من أهم المواضع اللي يختص فيها أخصائي طب أسنان الأطفال. تخدير الأطفال مختلف عن البالغين، أنه في نقدر نقول مراعاة أكثر للطفل، لأن الطفل بطبيعته يخاف، ممكن يتعقد، ممكن يتألم، وإحنا ما عارفين. فدكتور أفيدنا أكثر من هذه الناحية. هو التخدير عندنا بشكل عام في العيادة عندنا لازم طبعا التخدير اللي هو الموضعي اللي هو زي الكبار عادي، ولكن التعامل بقى المختلف مع الأطفال بيبقى جزء نفسي الأول، وعن طريق اللي انت بنعمله مثلا لو طفل في الأول أول ما بيخش أنا بعمله زي تشخيص الوضع والحالة النفسية الخاصة بي، يعني هو أول مرة تعامل قبل كده مع دكتور أسنان قبل كده، راح مع دكتور، سنه جاي خايف لوحده ولا جاي مبسوط، كل الحاجات دي كلها اللي بنقول عليها فيرست دنتال فيزيت اللي هي اول مره بنشوفه نتعرف عليه، فبنعمل تقسيمه داخليه كده نحدد الطفل هيستجيب على كرسي الاسنان بشكل مباشر ولا نستخدم حاجات بديله ثانيه، اساليب ثانيه بديله. وتعملوا تاريخ مرض للطفل انه هل عانى من مشكله طبعًا. هل راح دكتور قبل كده من والى يعني طبعا عشان لو عنده حساسيه او تحسس مادويه معينه او اكل معين، عنده مشاكل صحية تمنع استخدام التخدير، أو محتاج علاج قبل ما يقعد على كرسي الأسنان، يعني مثلا زي الأطفال اللي عندهم مرض السكري ده لازم يبقى لازم تركيز نسبة الأنسولين ونسبة السكر عنده لازم تبقى مظبوطة بحد أدنى وحد أقصى حسب كل طفل والدكتور المتابع ليه محددها له وحالته الصحية. ما ينفعش نعمل جلسة الأسنان أو العلاج ونسبة السكر في الدم مش مظبوطة، هذا خطأ للجميع سواء طفل ولا كبير، أنا معاك 100%. فأنتوا تهتموا بهذه النقطة كمان. وأثناء الجلسة كمان بيبقى لو الطفل حاطط اللي هي الباتش أو الجهاز اللي هو بيقرأ بيه نسبة السكر بشكل أوتوماتيك، لازم أثناء الجلسة حتى بعد التخدير بنقرأ برضو القياس. ممتاز، وبالتالي تتعامل مع هذه الحالة حقت الطفل لو ممكن يتعالج الآن أو ممكن بعدين أو يتأجل الجلسة، صح ولا لا؟ مزبوط. طيب دكتور، نبغى نتكلم أكثر عن تقنية الغاز الضاحك بما أنك أنت فعلا بتقترحه، فكلمنا عنه أكثر. هو التقنية بتاعت الغاز الضاحك هو اللي هو ثاني أكسيد نيتروز أو النيتروس أوكسايد أو الغاز الضاحك أو اللي كذا مسمى، هو بيستخدم في لعلاج الرهاب أو الخوف عند الأطفال اللي عندهم خوف بسيط أو متواصل من دكتور الأسنان. هو شيء مساعد بحيث يتقبل الطفل التخدير وعلاج الأسنان والأسنان الحفرة أو تنظيف الأسنان والحاجات زي كده، الطفل بيتقبل هذا الموضوع خصوصا لو أول مرة يتعامل مع دكتور أسنان، فلو نستخدمنا التقنية بتاعت الغاز الضاحك معاه بتبقى شيء كويس جدا. العمر المناسب للتقنية بتاعت الغاز الضاحك دي بتبدأ من سن نقول 5 سنين 5 سنين ونص، هو الأفضل 6 سنوات، يعني الأفضل شيء 6 سنوات، ولكن ممكن من 5 أو 5 سنوات ونص، ده حسب تقدير الطبيب نفسه، يعني حسب تقديري أنا. لو لقيت الطفل عنده وعي كافي، في اطفال بيجي لنا عنده 5 سنين و5 سنين عندهم وعي اكنه طفل عنده 6 سنين و7 سنين، يعني بيتكلم معاك ويتحدث ويقعد على كرسي الاسنان، تساله اسئله بيجاوبك بطريقه كويسه، وعمرك ايه وسنك ايه وتروح مدرسه ايه بيجاوب معاك. في اطفال عندهم 6 سنوات و7 سنوات بتسالهم هذه نفس الاسئله بتلاقي ما فيش استجابه منه، فدي بتبقى راجعه الطفل نعم على حسب ادراكه فبتبقى راجعه للتواصل معانا. التقنيه بتاعت التخدير بالغاز اثناء التخدير نفسه
الطفل بيبقى بنسأله أسئلة معينة بيجاوب عليها، فأنا أعرف الطفل وصل لأني مرحلة من مراحل التخدير، إن هو مش دواء، مش زي التخدير العادي بديهوله واستنى وقت معين فتأثيره يشتغل، لأ ده هو كل طفل أو كل شخص ليه تركيز معين نشتغل عليه. أقل من كده يبقى التخدير مش التخدير بالغاز ما قضاش الوظيفة بتاعته، وأكتر من كده هيبدأ الطفل لما يتعب لما يزهق أو يشعر بالملل أو إن هو يجيله شعور بالنوم لو عاوز ينام، هو ده مش الهدف بتاعه اللي هو ينام، هو الهدف بتاعه إن هو يكون قاعد مسترخي، قاعد مبسوط، قاعد متقبل شغل الأسنان بتاعتنا، قاعد مش معترض على الحاجات اللي احنا بنعملها، ما عنده خوف، وفي نفس الوقت بنشغل له برضه كرتون وكل حاجة بنشتغل عليه وبنحط له برضه بنج موضوعي الأول ونديله بعد كده التخدير بالإبرة بعد كده، ويصير سهل التعامل بالتالي جداً مع مشكلته اللي في الأسنان جدا، خصوصا أول مرة بقول لحضرتك أول مرة يجي قابل دكتور أسنان، لو تاني جلسة ليه ما من طبيب قبل كده وعنده خوف بسيط أو متوسط أو الجلسة الأولانية كان فيها اعتراض أو في حاجات مضايقاه، برضو تقنية الغاز الضاحك بتنفع بتمناسبة جدا ليه. طبعا عشان نكون احنا برضو شفافين مع المستمعين، ترى تكلفتها اكثر من البنج العادي لابد، لانه هذه في لانه خدمة اكسترا، دي خدمة زيادة، دي خدمة زيادة، دي خدمة اضافية زي خدمة الاشعة، لكنها خدمة في مصلحة صحة الطفل طبعا. وهذا المهم، يعني ما نستخسر، ترى مو يعني اتكلم عن مبلغ غالي جدا، انا بتكلم عن شيء معقول بس انه اكسترا، هذا هو. وعشان كده الواحد بالعكس ما يتأخر ابدا في هذا الشيء، لانه بيحمي ابنه وبنته الصغيرة من حكاية خوف من اطباء الاسنان، وبالتالي هو بيرتاح وبيشتري دماغه زي ما يقولوا. مظبوط، يعني هو في امريكا ودول اوروبيه بيستخدموا تقنيه الغاز الضاحك بشكل يومي او شكل في الحكومه، ما بتكلمش في حاجات في الخاصه، يعني بشكل يومي مع الاطفال يعني دي حاجه تبقى اريح واسرع في العلاج. طيب نبغى نتكلم عن شغله مهمه، عن حكايه التسوس. التسوس الاسنان للطفل مرات يكون سطحي ومرات يكون داخلي، ولما نتكلم احنا عن الداخلي هو المتعب لنا احنا لما كنا اطفال، اللي هو كان احنا مستعدين نتحمل الالم ولا نروح الدكتور، اتذكر احنا اطفال. الوضع حاليا اختلف، فدكتور ايش الاجراءات اللي تعملوه مع اي طفل يجيكم عنده مشكله تسوس قويه، ومع طبعا تقنيه الحلويات والفاست فود انا اتصور ما شاء الله الموضوع زايد. طبعا تكلمنا عن تجربة في السوبر ماركت هذا هو، فخلينا نتكلم عن تجربتك انت يا دكتور احمد مع الاطفال، كيف تتعامل عاده وايش اللي تسويه بالتحديد من بروسيجرز او ايش تعمل انت من تكنيك معاهم؟ هي اول حاجه بنعمل اول حاجه في التسوس عميق في التسوس الاسنان بنعمل اشعه بانوراما طبعا بعد عيد الفطر بيجيك ياما اكيد اكيد بتكلم عن تجربه شخصيه انا عن نفسي، فكلمنا عن الموضوع بعد اليوم الوطني كمان بعد لا دي جديده فايش اللي بيصير معاكم؟ اول حاجه لو في تسوس عميق وفي الم في الاسنان بنعمل طبعا لازم نعمل ادوات، نستخدم ادوات التشخيص المتوفره عندنا وهي الاشعه، نعمل اشعه بانوراما وظيفتها احنا نشوف عمق التسوس قد ايه، بنشوف تاني حاجه العظم والانسجه المحيطه بجذور الاسنان، وتاني حاجه بتبقى جزء تعليمي للاب والام اللي انا بشرح عليه كميه التسوس الموجوده وعددها عشان الاب والام يقتنعوا ان احنا بخطه العلاج بعد كده هنعمل حشو عادي، هنعمل مثلا هنحتاج نعمل سحب عصب في الاسنان وتلبسات، فلازم برضو ده الاشعه دي بتبقى جزء من اساليب التشخيص مهمه لازم نستخدمها في العياده. بعد كده نبدا بقى نتعامل مع الطفل حسب سنه وحسب درجه استجابته بالاساليب المستخدمه عندنا، سواء البنج العادي من غير تخدير بالغاز الضاحك او لو بنقترح عليهم تخدير بالغاز الضاحك الاب والام اقتنعوا دي بتبقى شيء كويس جدا ومتفاهمين جدا، نشتغل بيه ونجيب نتيجه كويسه ونبدا نشتغل بالبروتوكول الطبيعي اللي في العياده. الطفل والله حصل عدم استجابه من الطفل ما في اثناء التخدير او ما بعد كده، بنرجع بعد كده اخر حل عندنا اللي هو التخدير الكامل ونعمل علاج للاسنان كلها في جلسه واحده، وده بيبقى شيء ظريف جدا للاب والام والطفل ان هو بيعمل الاسنان كلها في جلسه واحده خلال يمكن متوسط ساعه. يا سلام. ويعالج كل الاسنان بشكل امن وشكل سريع جدا. توفيرا للمجهود والوقت وكمان حتى نفسيا للطفل، انت احنا بنرفض يعني انا شخصيا برفض ان انا اتعامل مع الطفل بعنف، انا امسكه والاب والام يمسكوه حاجات زي كده، يعني بحاول باي طرق ان انا اقنعهم باي طريقه تانية غير ان هم يتعاملوا بعنف مع الطفل، لان ده شيء بيترسخ فيه وبيرفض بعد كده الزياره لاي دكتور. هذا بيعمل له تراما انه خلاص بيعمل ما يبغى يتعامل، سايكولوجيكال تروما او سايكيك تروما للطفل، وبيرفض بعد كده يروح الدكتور اي دكتور اسنان، بيفضل الاب والام كل مره يروح دكتور مختلف، لان الدكتور الاولاني عمل مشكله مع الطفل والطفل رفض يروح له الجلسة مرة تانية، يروح بعد كده يفضل الطفل الأب والأم يلفوا في دوامة بالسنين، يمكن يعمل له خوف من الأطباء عموما مو بس أطباء الأسنان، نتكلم إحنا على المدى البعيد جدا يعني أي الطفل بيكره أي حد لابس بلطو أبيض، يعني بيوصل مرحلة أي طفل بيلبس بلطو أبيض بيكرهه،
انا شخصيا في العياده عندي بلبس السكراب او اللبس اللي هو ملون في الوان بحيث الطفل لما يخش ما يعرفش انا دكتور, يعني يتعامل معايا يعني يبدا يطمن شويه لان انا مش دكتور. لكن لو انا شافني لابس بلطو ابيض كل الاطفال خلاص بيعرف ان ده دكتور. هو حتى التطعيم هو حتى ممكن ياخد يعني حتى التطعيمات اثناء تطعيمات الطفل برضو بيحصل له مشكله نفسيه مع الدكاتره ان هو خد ابره التطعيم فألمته فبيكره الدكاتره وهكذا وهكذا. اي حد لابس بلطو ابيض بيكرهه, فدي بتبقى مشكله يعني. هو الحمد لله انكم انتم ماشيين بطريقه حلوه وعندكم سياساتكم مع الاطفال ودبلوماسيتكم اللي احييكم عليها مع الاطفال دكتور احمد. طبعا انا جدا يعني مبسوط من التطور اللي حصل في طب الاطفال, يعني فينكم من زمان عارف كيف. كويس انكم انتم موجودين حاليا مع الجيل الجديد. دكتور احنا حنروح مع الفقره الاخيره مع طبعا اسئله المستمعين, ودكتور احمد مجدي موجود معنا في استوديو الف الف FM لاستفساراتكم طبعا فيما يخص موضوع أسنان الأطفال عموما وكيف تحافظ على صحة أسنان أطفالك خصوصا. طبعا حنتكلم معه عن كيف نحافظ, هذا واحد. والشيء الثاني حنجاوب أسئلتكم من واتساب إذاعة تلف ألف FM. أرسل رسالتك على 055-66-89-001. حياكم الله أعزائي المستمعين, وصلنا معكم للفقرة الأخيرة. اللي عنده سؤال طبعا يحب يرسل الآن أقول لكم أتفضل وحياكم الله قبل انتهاء البرنامج على 055-66-89-001. وطبعا حلقتنا اليوم في كل ما يعني بأسنان الأطفال, إيش مكانت المشكلة وكيف نحافظ على صحة أسنان أطفالنا, مع الدكتور أحمد مجدي طبعا أخصائي طب أسنان أطفال في فرع أندلسية لصحة الطفل. معكم من خلف المايك أنا هاني المهندس, ومن الإخراج والكنترول الأستاذ أحمد موسى. وفي سؤال طبعاً يا طبعاً من جوال آخر 101, يا هلا وسهلا فيك. يقول لك السلام عليكم دكتور. تقول دكتور بنتي أصيبت بتسوس الأسنان واضح أكثر من سن, وتأكلت تماماً وصار عندها مشاكل في الأكل, في المضغ, في الأكل, في القضم. طبعاً نصحت من أحد الأقارب بإزالة الأسنان وتركيب تلبيسة, وبلاش تلبيسة نقول أسنان مؤقتة جديدة. طبعاً أنتوا تكلمتوا تحت الهواء عن هذا الموضوع. الأول لا طبعاً إزالة الأسنان دي عشان نشيل نعمل إزالة الأسنان لازم نتأكد أن الأسنان غير قابلة للعلاج تماماً, وده بيتم عن طريق الأشعة. لازم الطفل نعمله أشعة بانوراما الأول وأشعة تشخيصية ونشوفه بشكل نعمل تشخيص كلينيكي. إذا كان في مشكلة داخلية زي إنه هو غير قابل للعلاج ساعتها بنعمل الموضوع الخلع. ولكن الجزء التركيب ده ما بيتمش غير في القواطع العلوية, كالأربع قواطع العلوية ده اللي بيبقى متاح لأنت لو أنت عملت خلع ممكن تركبها, ودي بتبقى من عمر سنتين أو أربع سنوات لو إحنا محتاجينها. ولازم يتم إزالة هذا الجهاز قبل عمر 6 سنوات عشان ما أصرش عن نمو الفكين. ممتاز. طيب يعني في هذه الحالة ما يتم خلع وإنما معالجة. معالجة الخلع ده بيتم لازم نتأكد عن طريق الأشعة أنه هو غير قابل تماما للعلاج. تمام حلو جميل جميل جدا. طبعا سؤال ثاني حلو بتتكلم طبعا المرسل الأخت غادة, تقول عندها ابن صغير عمره بالتحديد بين 3 سنوات و4 سنوات, لكن المشكلة رائحة الفم الكريهة التي لا تفارق طفلها بالرغم أنه الأسنان حقته قليلة لسه يعني. فايش رأيك؟ رائحة الفم دي ليها 3 أسباب رئيسية. جزء ممكن يكون لو أول حاجة بيكشف على دكتور الأسنان, لو ما فيش أي سبب للتسوس وبيتم التنظيف بشكل يومي وبشكل منتظم بيبقى فيه سببين تانيين. السبب لما مشكلة في الجهاز التنفسي, عدوى مزمنة في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية زي تجمع للصديد أو تجمع للإفرازات في الجيوب الأنفية فممكن تعمل رائحة فم, أو أن في مشكلة جاية من جهاز الهضم ساعتها بيتوجه لأخصائي أنف وأذن وحنجرة أو لأخصائي جهاز هضمي بعد ما يكشف على الأسنان ويتأكد أن مفيش تسوس مفيش أي أكل بتراكم. إيه؟ أو طبيب أطفال عموما عشان يشيك على صحة الطفل. هو طبيب الأطفال يعني هي هي هيكشف عليه وهيحوله بعد كده ممكن للمختص. يحوله للتخصص ده أو هذا التخصص يعني. يلا سليم إن شاء الله يغادر وإن شاء الله ما في له شيء, يمكن أكل شيء وما فرش أسنانه. طيب طبعا سؤال كمان دكتور من نفس المرسلة بالنسبة لحكاية الأسنان اللي فيها مشكلة في طفلتها, بتقول دكتور هل ممكن أعطي طفلي فيتامينات أو أدوية تقوي الأسنان وتقلل من التسوس؟ ما فيش أدوية بتتاخد للوقاية من التسوس, هي اللي ممكن يتحط في عيادة الأسنان هو
الفلورايد اللي بتحط كل 3 شهور او 6 شهور او كل سنه حسب تقييم الدكتور ومعدل التسوس عند الطفل. ولكن الفيتامينات دي بيتم اعطائها عن طريق دكتور اطفال، لان هو اخصائي بهذه الجزئيه، ان هو بيعمل تحاليل خاصه بالدم بتاع الطفل ويحدد ايه انواع الفيتامينات الناقصه عنده وبيديها له حسب الوزن وحسب العمر. لكن بالنسبه للوقايه من التسوس هي بتبقى خاصه بجزء التوعوي بتاعنا وخاصه بالفلورايد اللي احنا بنحطه بشكل دوري، وده كافي للوقايه من التسوس. ده اللي ممكن يتعمل في عيادة الاسنان، الفلورايد اللي هو الحامي. وطبعا هذا الكبار والصغار انا اشوفه ممتاز. طبعا للجميع. هو الطريقتين اللي احنا بنستخدمهم فيه، الفلورايد بتحط كل 3 شهور او 4 او 6 شهور او سنه زي ما قلت. في حاجه تانية، حاجه مهمه جدا بنستخدمها للكبار والصغيرين، الاسنان الدايمه والاسنان اللبنيه السليمه، وهي حشوات الوقائيه. ممتاز. الحشوه الوقائيه دي عباره عن جل لون الاسنان بيتم وضعه على الاسنان السليمه او الاسنان اللي بدا فيها تغيير بسيط في لون السطح العلوي للاسنان، الضروس الخلفيه، ما بتحطش على الاسنان الاماميه، بتحط على الضروس الخلفيه. طواحن بالذات، يعني الطواحن والضواحك هي اللي ممكن طبعا دي اللي بتحط عليها، دي اسمها حشوه وقائيه، وظيفتها تمنع التسوس وبتفضل على سطح الاسنان، وبتحصلها عن طريق المتابعه ممكن تقعد لمدة سنة أو سنة ونص سليمة على سطح العلوي للضروس الخلفية. دي بتقي من التسوس اللي بيحصل على الضروس العلوية للسطح العلوي والأسنان. حلو. الدروس بالذات الطواحن، لكن ما تحطهاش على الأسنان الأمامية. عندنا احنا لك سؤال شوية دسم. حلو. من أحد المرسلين طبعا الأستاذ خالد، يقول لك ابني عمره 9 سنوات، من 8 إلى 9 سنوات، ولكن عنده خراج اوكي في الجهة اليمنى، مو من برا لا من الداخل. يقول هذا كيف التعامل معها؟ لازم هياخد اول حاجه طبعا لو في خراج وفي انتفاخ حاليا، واضح انه هو بغير العياده او الدكتور، لانه بيقول انه المشكله بتتفاقم والدكتور ما حل المشكله. طيب ايش رايك؟ هو اول حاجه طبعا لو في انتفاخ حاليا او ورم حاليا زي ما هو اللي هو ساعه السؤال، لازم اتوجه لاي عياده ياخد مضاد حيوي بشكل سريع، ولو في الم ياخد برضو الدكتور يكتب له مسكن مضاد حيوي ليه، وبعد كده ده يحجز مع اخصائي طب اسنان اطفال يعمل أشعة ويعمل تشخيص ويشوف الدرس ده هل درس دايم ولا درس لبني. من الفترة العمرية دي اللي هي من 8 سنين 9 سنين، دي فترة اللي فيها الأسنان بتبقى ميكس، يعني في أسنان دايمة وأسنان لبنية في نفس الفم. فلازم أن نعمل عن طريق الأشعة هنحدد الدرس ده درس دايم ولا درس لبني، لأن طريقة العلاج مختلفة تماما. علاج العصب أو صاحب العصب في الدروس الدايمة غير الدروس اللبنية، طريقة والعلاج والمتابعة كمان مختلفة تماما. حلو. فلازم بعد كده توجه لأخصائي طب أسنان أطفال بعد ما يكون خد علاج، عشان الألم والورم ده لا يتفاقم وما يزيدش ويعمل مشاكل بعد كده. طيب دكتور، سؤال من خارج الصندوق. طيب من الأستاذ عبد الرحمن لبنته رنا، يقول أسنانها جدا مو جميلة من برا، ما عندها مشاكل صحية، أسنانها كويسة، لكن الأسنان شكلها بتجيب لها. احنا كنا بنتكلم سبحان الله عن حكاية التنمر تحت الهواء، واضح جانا السؤال من ذا الموضوع انه اطفالها هذه بيكابن هير، يعني بيتكلموا على شكل اسنانها. فايش رايك دكتور في هذا الموضوع؟ لسه عمرها توها 7 سنين. هي الاسنان وهو بيتكلم على الاسنان ان هي اسنان ما فيهاش تسوس، وخلي التسوس شكل تجميلي، شكل اسنان صغيره كامله بشكل متفرقه عن بعضها وصغيره. دي ممكن دي يعني في الفتره العمريه دي ممكن نكشف عن دكتور تقويم، اخصائي تقويم الفتره العمريه دي، او يكتب عند دكتور اسنان الاطفال الاول لو الفتره العمريه دي ينفع فيها تقويم بنحوله لاخصائي تقويم. يعني يعمل تقويم الحل. او يعمل حاجه يعمل تنسيق للاسنان دي، لو الفتره العمريه دي مناسب فيها ممكن يعمل تقويم او جهاز تقويم متحركه بسيطه للاطفال. ما ينفع تلبيس حتى؟ لا، ما دي غالبا الاسنان اللي بيتكلم عليها دي اسنان، لو اسنان لبنيه لو عندها 7 سنوات، لو عندها 7 سنوات في الاغلب واسنانها ما فيهاش تسوس ولا حاجه، في الأغلب دي هتكون أسنان بداية أسنان دايما بظهرت، بس ظهرت متفرقة، ظهر فيها بعض عدم مش منتظمة في الترتيب أو في انحراف. يعني ممكن يصير التقويم في الطفولة ممكن يساعد للكبر يعني؟ طبعا. يعني خلاص يعني حتى لما تيجي أسنان جديدة حتكون نازلة بطريقة الصحيحة. طبعا بيفرق، طبعا بيمنع يعني بيوفر على الأب والأم جراحة في المستقبل. يعني في أطفال عندهم بروز في الفك السفلي اللي هو بنقول عليه تقدم للفك من النوع الثالث اللي هو كلاس 3، ده لو بدأنا من عمر 8 سنوات علاج مبكر ليه بيوفر على هذا الطفل جراحة في سن متقدم بعد كده 14-15 سنة. ممتاز. طيب دكتور آخر سؤال ونعتقك بقى خلاص. لا والله. طيب السؤال الأخير عن حكاية اللي هو الأخت زينب وتتكلم عن ابنها اللي عمره لسه 4 سنين لكنه يمص صباعه.
هل هذا الشيء بيأثر على أسنانه مستقبلا؟ هي خايفة. آه طبعا بيأثر على أسنانها طبعا. يأثر؟ آه بيعمل بروز في العظام والأسنان في الفك العلوي وتراجع في الفك السفلي. يعني بيعمل تشوه في الأسنان وتشوه في عظم الفكين. آه هل يبغى له تقويم ده مستقبلا؟ في طرق علاج في البيت ممكن نستخدمها الدكتور بيبلغها بيها، وبعد كده لو ما تقبلتش ممكن نتأسف نركب جهاز تقويم ثابت كده للطفل يعني عشان يمنع هذا الموضوع. يمنع لو هو يحط اصبعه في فمه. هذا الموضوع احنا ما اتطرقنا له ابدا ولا كنت عارف عنه، ما كنت عارف انه اصلا ممكن يأثر على اسنان الاطفال. يعني احيانا ممكن نركب جهاز ثابت في الفم، لكن لو الطفل ما تقبلوش لازم هنفوق انا للأسف هيتم إزالته مرة ثانية. يعطيك العافية دكتور، وشكرا لك على وجودك معانا اليوم في الاستوديو، وبعدين نشكرك على المعلومات هذه المستفيضة فيما يخص طبعا أسنان الأطفال. طبعا الدكتور أحمد مجدي أخصائي طب أسنان أطفال بأندلسية لصحة الطفل، شكرا لتواجدك اليوم. شكرا حضرتك، وأنا سعيد بلقاء حضرتك النهاردة. يلا إن شاء الله مستقبلا حنتكلم عن مواضيع مختلفة فيما يخص صحة الطفل وأسنان الطفل. كان معكم من خلف المايك أنا هاني المهندس، ومعنا من الإخراج والكنترول أحمد موسى، وأتمنى لكم نهاية أسبوع جميل، الأجواء تحسنت وإن شاء الله صحتنا تتحسن ويكون عندنا أي مشاكل لنا لأولادنا. يلا ننتقل الآن لموجز الأخبار الرياضية، وبعدها حنروح لمن حقك مع عادل برباع. شكرا لكم.